إذا يصل المتسابقون ترياتلون العرائش إلى محطة وصول بسكاليرا بعد قطعة مسافة 750 متر تقريبا المدة هي تقريبا 10 ديال الدقائق. الوصول أول المتسابقين كتلاحظوا هناك منافسة قوية وصول بالأخص سيطرة ديال المتسابقين. إذا هناك نبيل تعرف ترياتلون مسابقة أربعة عدائين عندهم أرقام مهمة. نبيل كوسكوس أمين حارس بابا علي زكريا برافو. المتسابق المغربي متسابق الفريق الوطني أربعة عدائين كيشاركوا في هذا المسابقة. زكريا وصول زكريا للمنتخب المغربي.